وللقراءة حول تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ينضم إلينا هاتفيا اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير مستشاري بكلية القادة والأركان. سيادة اللواء، بداية، كيف قرأت وتابعت تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي؟ مساء الخير أستاذ أحمد وعلى كافة مشاهدينك الكرام. نعم. طبعا احنا سمة وطبيعة القيادة العامة للقوات المسلحة في الأساس هي التواجد بين أبنائها أفراد القوات المسلحة بمختلف الرتب والدرجات. صحيح. نجد السيد القائد العام والسيد رئيس الأركان دائما والي العام متواجدين داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لمتابعة تدريبات عملية، بالتواجد معاهد وكليات عسكرية، زيارات المستشفيات القوات المسلحة، وأيضا الوصول إلى خطوط الحدود الدولية الاستراتيجية الثلاثة في مصر ومنها الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. فاليوم نجد السيد الرئيس كان حرب القوات المسلحة سيادة الفريق أحمد خليفة يتواجد شخصيا على خط الحدود الدولية في اتجاه استراتيجي الشمال الشرقي في هذه الزيارة الهامة للاطمئنان الدفاع القتالية والروح المعنوية والجاهزية وحالة الاستعداد لدى جميع عناصر تأمين الحدود على اتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي. وهو سيادة اطمئن كالعادة أن أفراد القوات المسلحة لطالما كانوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الجاهزية وبروح معنوية عالية لا يصيبهم كلل أو ملل من التواجد في تلك المناطق البعيدة حفاظا على سيادة وحدود هذا الوطن الغالي. فلما نجد اليوم السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ثاني أرفع مستوى في القيادة العامة للقوات المسلحة ويصاحبه أيضا نخبة من السادة نائب رئيس هيئة العمليات، السيد قائد الجيش الثاني، السيد القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات، قائد الوحدات الخاصة، القوات الخاصة. هذه زيارة مهمة لتترك رسالة أولا لدى أفرادنا من القوات المسلحة والضباط ودرجات أخرى أن القيادة العامة موجودة عندهم، بأن القيادة العامة تتابع الموقف خاصة فيما يلم بالمنطقة من أحداث وتطورات في الحقيقة في منتهى التوتر وحالة من الارتباك الشديد في الجانب الآخر. صحيح. فكانت هذه الزيارة لها بالغ الأثر ومردود معنوي قوي جدا على الأفراد، وكذلك اطمئنان السيد القائد العام على مستوى الاستعداد والجاهزية للجميع. نعم. سيادة اللواء، نتحدث عن العلم والمعرفة والتي أشار لهما أيضا الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأن هذا أو هاتين العنصرين تحديدا لديهم القوة في إعداد فرد مقاتل قوي قادر على معرفة أبعاد التحديات والحفاظ على أرض هذا الوطن. أهمية سلاح العلم والمعرفة من وجهة نظرك؟ هذه حقيقة، أؤكد مع شرفك أيضا العلم والمعرفة وإدراك أفراد القوات المسلحة بأكملهم وخاصة أو تحديدا من يعمل منهم في المناطق النائية أو خط الحدود الدولية الجنوب مصر العربية، لابد لهم من إدراك أبعاد الموقف المحيط بهم المتاخن بحدودهم. نعم. لأن الفترة الأخيرة ما بين حروب الشائعات والمغالطات والأكاذيب التي خرجت عن شخصيات مفترض أنها رفعت المستوى في الجانب الآخر وأقصد ذلك إسرائيل، وتضارب الموقف هناك بما لا شك فيه قد يدع مجالا للبلبلة أو لحالة من التفكير فيما يقولون. وبالتالي العلم والمعرفة هنا مقصود بها توسيع مدارك الفرد المقاتل، ذلك الفرد الموجود في مناطق نائية ويمضي بها حي الزمن الكبير إلى أن يقوم مثلا بالحصول على أجازة ميدانية ومدارك. فإن صحيح. هذا الفرد لابد من توسيع مداركه والتأكيد عليه بأنه ما يمرر إليه أو ما قد يستمع إليه من جهات أخرى من بيانات ومعلومات مغلوطة من شأنها أنها تبلبل الرأي العام بكافة الأفراد، أو أنها أيضا تؤثر بالسلب عليهم معنويا في خضم ما يقومون به من مهام جسيمة في أماكن صعبة وبعيدة. وبالتالي السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يقصد هنا بالعلم المعرفة هي إدراك أبعاد الموقف
وهي مسؤولية القادة على مختلف المستويات إدراك أبعاد الموقف السياسي والعسكري المحيط بمصر في كافة الاتجاهات، وفي الفترة الحالية طبعا مما لا شك فيه وهو حديث الساعة ما يحدث من عدوان إسرائيل غاشم على قطاع غزة اقترب أن يكمل عامه الأول. نعم، هو مقصود العلم والمعرفة لسيد رئيس أركان فيما أراد أن يوصله من رسالة حقيقية لأبنائه النقاط المسلحة العاملين على خط الحدود الغزية. نعم سيادة اللواء، يعني أنت تطرقت إلى الجانب الآخر وما يحدث على أرض غزة وأشقائنا في قطاع غزة بالتحديد، وهناك أكاذيب يعني من حين لآخر تخرج من رئيس الوزراء نتنياهو. ما هدف نتنياهو من هذه الإدعاءات والأكاذيب التي دائما ما يقوم بإلقائها على الطرف المصري؟ نعم، هو يعني بنيامين نتنياهو طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة وتحديدا يعني لو حبينا نقلص هذه الفترة للأربعة أيام السابقة من خلال يعني الخطابين الشهيرين اللي قدمهم يعني المفترض الجمهور من الشعب الإسرائيلي، ما يدعيه نتنياهو من أكاذيب فجة وواضحة بشأن ممر فيلادلفيا وتعنته وإصراره وعناده لاستمرار السيطرة على هذا الممر، ما هو إلا ضر للرماد في أعين الجمهور الإسرائيلي، وهو محاولة يعني خائبة لتشتيت الرأي العام لديهم في محاولة لاكتساب فقط بعض الوقت لكي يسعى أيضا إلى مد أمد الحرب وتحييد مسار الهدنة آملا من وجهة نظري. طبعا أنا أتصور هذه وجهة نظر فاشلة بنسبة 100% أنه هو يعني يصل إلى فترة 5 نوفمبر وإعلان فوز مثلا الرئيس دونالد ترامب كرئيس الأمريكية، وبالتالي دونالد ترامب له وعود أخرى قد يرتضيها نتنياهو. صحيح. وإن لم يصل إلى هذه المرحلة فقد يعني يحاول أن يصل حتى على الأقل إلى 7 أكتوبر، وهي يعني تعتبر مرور العام الأول وما له من نبض وتأثير شديد على المكون الشعب الإسرائيلي، فقد يوافق قبلها بفترة بسيطة 5-6 أيام حاجة زي أسبوع لا تتعدى أسبوع، وبالتالي يعني يقبل على مدى الدخول في الهدنة واستخلاص بعض الأسرى أحياء، فيعني يسعى من خلال ذلك امتصاص حالة الاحتفال التي تتولد دائما بعد أو يعني بمناسبة مرور عام على الحدث يعني. نعم. فهذه الأكاذيب الفجة هي أكاذيب باطلة، حتى يعني الحكومة الإسرائيلية نفسها اختلفت بشأن هذا الرجل. المعارضة يائير لابيد على رأس المعارضة وأثناء إلقاء نتنياهو لخطابه الناس قال نتنياهو يكذب يعني، ونتنياهو لسه ما خلصش يائير لابيد يؤكد أنه يكذب. انقسمت حكومة نتنياهو قاربت على تنفجر من داخلها. صحيح. والرجل لا يسعى إلا لضر الرماد وتشتيت الرأي العام، ألا وعسى اكتسب مزيدا من الوقت وأفلح إن صدق. يعني ورغم ذلك مصر قادمة يعني أو مستمرة في المضي، مصر سياستها معروفة تجاه هذا الأمر، مصر تسعى وراء يعني حل الموقف بالطريقة الوحيدة والسليمة وهي فتح مسار الهدنة، إيقاف العدوان على غزة وإدخال المساعدات لأهل غزة، وأيضا يعني بما يمر الخروج بعض الأسرى إلى حماس، ثم البحث في إعادة الإعمار. يعني مصر سياستها ثابتة، مصر تتحلى بالحكمة ضبط النفس، لا تنجر وراء أي يعني قرارات سريعة ولا تستعمل أي إشاعات مغلوطة، ولدينا الجهات الفاعلة في هذا الأمر وهي جهات محترفة تعلم ماذا تفعل. صحيح، ولن تدخر مصر الجهد والوقت من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، وهو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات والتهدئة. اللواء أركان حرب أسامة محمود، كبير مستشاري كلية القادة والأركان، شكرا لك على هذه المداخلة.